لك لا. بس يا ابو جابر، جابر بيضل ابنك. لا ابني ولا بعرفه، وصرت حكي هالحكي 100 مرة. شو ما بتتعب انت؟ يا ابو جابر خلينا نحل القصة. جابر وضعه صعب، ما معه يطعمي مرته وبنته. مهما هو حاج مس الحاج يروح بستين جنم، وهي آخر مرة بتحكي فيها بهالموضوع. طيب شو رأيك جيبه يبوس ايدك ويستسمح؟ أبو وليد إذا جاي مشان تلعب طاولة أهلا وسهلا فيك، أما إذا جاي مشان تحكي بالموضوع أنا راسي عم يجعني وبدي نام. تلعبي بدماتك يا مرة، والله إذا بتبعتي حدا تاني يحكي بالموضوع لقلعه من البيت، حتى لو كان أبي الله يرحمه. أبو جابر يلي كل الناس بتشوفه جبل عم يبكي. بكرة جايين يحجزوا على البيت ويحددوا موعد لي بيعوا بالمزاد العلن. بهدلت آخر عمري يا مرة، بهدلت. ومين اللي بهدلني؟ ابني الوحيد، ابني اللي كنت ابني روحي بالشارع. والله يا ابو جابر الولد مظلوم. ولا تعجب بقى تقولي انه مظلوم، ما في عائل بالدنيا بيصدق انه مظلوم. وقت غرفته ما انه مخلوع، يعني اذا ما هو بكون انا او انت. عم تفهمي؟ بس يا ابو جابر خلصنا بقى، ما في بس، في انه تبهدلنا والكفله محجوز عليهم من البنك. يعني سيرتنا صارت على كل لسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما صفي قدامنا غير إنه نبيع البيت. حلي عني يا ليش فيك تبيعي؟ شو الأخبار؟ الأمور تمام. يعني بلش بالمشروع؟ لا لسه بكير، القصة ما خلصت وخايفة إذا طلعوا المصاري حتى يشك. لكن المشكلة إنه صاحب اللي سيارة بتفرش بتاخد العقل وترجع على بالي يشتريها. ليه معلش يأجلها شوي، بكرة جايين يحجزوا على البيت. هيك رأيي. هيك رأيي، بعدين أنا لساتني خايفة. لك لا تخافي بنوم، نوم لا تخافي. المهم نحن أمورنا تظبط ونخلع جوازي على السريع. خلص وليد روح تيسر هلا، خايفة حدا يفيق ويشوفني على الباب. طيب بكرة بجي لعندكم نسهر ونكفي حديثنا على رواق. ماشي. بدك شي؟ بدي تضل تحبني. لك أنا بعبد الأرض اللي أنت بتمشي عليها. بدك شي؟ باي، صباح الخير. تفضل شباب. طلعنا برا يا اولاد الكلب، نروح من بيتنا. دهلا جنيتي، فوتي لجوا. ماني فايته، ما راح اخليهم يبيعوا بيتنا. فوتي انا جوا. ايه فوتي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يغضب عليك يا جابر. الله يغضب عليك يا
الموضوع يصل لهم. شو كنتي مفكره لك؟ تجي الدوله تهنيكم وتشد على ايدكم؟ لا بس مو يحجزوا على البيت. والله اذا ابوكي بيدفع الاقساط ما بيحجزوا على البيت. منين بده يدفع يا حسره؟ سناء كانك عم تحطي الحق علي. ليكي انا ما كان لي علم موضوع المصاري. انت جبتيني انا وجيتي لعندي، يعني وانا اكيد ما راح افضح سرك. هلا صار سري؟ سناء شو بدك؟ ما بدي شيء، اصلا الحق علي اللي عم بحكي لك. خلص حبيبتي خلص خلص، انا لا يعودين عليكي ضميرك، يعني القصه صارت. عسي حالك مانك قدام، نرجع المصاري لأرنتا وخلاص بيرجع كل شيء مثل ما كان. لا شو رجع المصاري؟ ولي 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 يوم كنت رح موت من الخوف. ليش؟ نهلا سألتني عن فستاني. ايه قلت لها ولي اشترى لي. والله ماني خايف غير شغلة فستانك هي اللي تطبحني. يعني مو حقك تتنعم شوي؟ لا مو حقك تتنعمي شوي، لانه بجوز بعد شوي بلش يشكوا فينا وننفضح، ومو كل مره بتسلم الجره، خلص مصاري ما عاد فيه. بالله شو ما عاد فيه مصاري؟ ايه ما عاد فيه ما عاد فيه، انا واحد طفران عايف التنكي ماني ملاقي شغل وعم اتدين من واحد لواحد، شلون يعني عم اشتري لك كل يوم فستان؟ اه شلون؟ خلص مصاري ما عاد فيه. أمي تركي شغل ضروري ولازم روح، بس ما رح اطول، يعني بعدين عدتنا هون والله كلياتنا ما لطعنا. روح خالتي، روح على شغلك، نحن ضالين هون. طيب لازم يكون شيء. بسلامتك، احنا عزلناك معنا اليوم. والله العظيم ما تحكي هيك مرت عمي. ان شاء الله من هون لبكره الصبح عمي بتكون صارت صحته احسن يا رب. ان شاء الله. يلا انا ما رح اطول، رح اروح وارجع مشان وديكم على البيت. لا ارجع بس مشان البنات، انا بدي ضلهم. لك والله العظيم ما في زوم يا مرت عمو. خلص وليد روح انت. طيب يلا بس مرت عمو. يلا معك الله معك الله معك. وليد عمي وين رايح؟ لك عندي موعد ضروري، شكله هون عيد شغل. بشرفك بيازو وحرقتك هي تتركنا وتروح؟ لك عم بدك شغل شغل شبيك؟ ماشي هات مصاري. والله يمكن شكله ما معي غير 200 ورقة. جيبه انت جاي، ما معنى النقلة ها؟ يعني إذا طلبوا دواء ما معنى نجيب. لك انت شو بيصير لك؟ شو بيصير لك؟ طبية ليسيرة، ما فينا نمد ايدنا عليهم بنوبة دول المصاري، بدك تفضحينا؟ لا بدنا نمد ايدنا عليهم، يموت أبي ونحن عم نتفرج. خلص خلص هلا مر بتدين من شي حدا من رفقاتي 2000 ورقه ومرهم لامك. خلص استرينا. هي انا عم اقول لك شو ما لزمه بدنا ندفع. لفيها شو صار لك؟ روح اقعدي جنب امك هلا بس لحتى ارجع تبقى بنحكي. هلا مو لترجع، اذا احتاج مشفخة بدنا ناخده لهنيك. سمعان سمعان سمعان، روح اقعدي جنب امك وخلصينا بقى. لك بيرد على الموبايل، شكله ما انه جاي. امي خلينا نروح نرتاح بالبيت، بكره بنجي. امي الله يوفقك، امي روح على البيت نرتاح وبكره بكير بنجي. والله عطتنا ما نلزوم. روحوا انتوا انا بدي ضل هون. روحوا امي. امي لك امي. يلا بكره بكير بنجي. تصبح على خير. انتوا من اهل
لكن لسه ما شفى بطيخ. يخرب بيتك. لك ما حدا مريض غير ابوكي. لك حلي عني بقى. لا انا ابوكي. لا تخافي بطل، لا تخافي. ان شاء الله يا رب صحة عمي اليوم بتصير احسن. شو؟ وليد عايزتك شو؟ لك رؤية. شو؟ لك رؤية. لك عم تطمن على ابوكي شو بيعمل؟ مرت عمو، حدا من الدكاترة طلب ادوية او شيء؟ لا، بس طول الليل كانوا عم يتفقدوا. هي الحمد لله. الفي الحمد لله. طيب معناته انا رح فوت شوفه للدكتور، بعدين انا جاي بس ناوي لك فطور على السريع وبنزل ما بطول. لا تعذب حالك، البنات جاوبوا. طيب رح شوفه للدكتور وارجع ما بطول. جاي معك انت. تشرفي. ليش ما جيت امبارح توصلني على البيت؟ هيك. كان عندي شغل. وليش ما رديت هالموبايل؟ لاني كنت حاطه صامت، ما انتبهت. مستحي حالك كثير انت، ها؟ لك العمى بعيونك، العمى لك العمى بعيونك، العمى لك لسه الدنيا ضو العالم رايحه جاي حوالينا وانت يلا 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 حفر براسي. ولك خلصنا بقى، تفضل شرف. لك ما بتعرفي بالدنيا غير النكد. لك طلعتي لي روحي. قل لي عني بقى يا قل لي عني. مرحبا عمو. اهلين عمو سناء، طمنيني. الحمد لله احسن شوي. ايه تفضلي تفضلي. اجا وليد؟ لا والله لسه. تفضلي تفضلي فوتي. عمو لك هلا حسناه بيقطه شوي لبين ما يجي، لاني حكيت معه قليل هيك وجاي على الطريق. ولو خدي راحتك، البيت بيتك. تفضلي. شكرا. اهلين عمو. يا اهلين، اهلا وسهلا. عليك لحتى تفوتي على غرفتي وتفتشي بغراضي؟ وين المصاري؟ ايه برافو، لان انا ولد صغير بريالي شاطه، بتقشطيني مصرياتي قام بيجي لعندك راكي. مصرياتك؟ ايه مصرياتي مصرياتي، وصرفتن على الرقاصات. الك عندي شيء؟ شو عم تخبز انت؟ انت اللي بلشتي. انا كنت بضبك واستر عليكي، بس في جماعه ما بتواتي الستره، مشان هيك وحده مثلك ما عادت تلزمني. اخ بس لو ما عيلتكم وضعها مانو متحمل، والله والله لحتى مسح فيكي الارض روح رجعه. بس بكفي انه زدتك مثل الكلبه، بس لحتى اعلمك شلون جربي تضحكي علي. انا مش ضحكت عليك. لك تروحي بتستغفلي ابي وبتقولي له وليد جاي وراي لحتى تفوتي على غرفتي وتسرقيني. انا اسرقك؟ لك شبك؟ انت اعطيتني مفتاح تاني مشان اذا صار شيء. بعد ما بهدلتك وبطلت رد عليكي بدك تنتقمي مني؟ لا لا، ما حزرتي بنوم. شو شو يعني؟ يعني هي خاتمك؟ وحده مثلك ما بتلزم. سلام. تا 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 تا. وانت ما عاد تلزمني. روح جيب المصاري. مصاري؟ انو مصاري هدول؟ انو مصاري؟ لتكون مفكر حالك بدك تصفن علي. ايه لا حبيبي لا، بتكون عم تحلم. حقي هدول. حقي؟ ايه حقي. 3 سنين وانا متحمل قرفك. ومين؟ ما فتحت تمي بحرف.
عشان هيك احنا خلاص يلا سلام. لك مو انت اللي بتضحك علي فهم انا ولا والله العظيم انا طيب بالسجن. طب روح ولا روح اعمل اللي بدك اياه خلصيني بقى اطلعي من راسي. وينك لازمك مساعدة عندي عندي انا جاهز لدي ساعدك تبقى سلمي لي على امك وعلى اختك وقولي لهم ولي بح خلاص طار قرف مني ولك ما عرفتي الله صيرت كيف العب مش فاجرة العب مضربك وحدة مثلك بتسرق أهلها ما بيشرفني تكون أم ولادي في عليكي على التربية الواطية نازلي ايدك ما حلي عني العمار